في آخر أيام كانون الثاني يناير من عام 90 اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش اللبناني بقيادة عون وميليشيا القوات اللبنانية. كانت هذه بداية ما سميت بحرب الإلغاء، فقد اتهم جعجع عون بمحاولة إلغاء ميليشياته. تبادل الطرفان احتلال المواقع والمناطق، قتل المئات وأصيب الآلاف من المدنيين. كان من هوديك أما من هوا، ما كلن أخوتنا، بس عيب شو معليون يمونا على الأرض يا حكم، ما في مطرح نحو بيروح يسأل على العالم عدم هالشباب اللي راحي عيال تشقفوا، شو عملن شو عملن شو عملنا، شو رح ينفعنا؟ نجع عمرنا البيت وخي راح، أما ابني أم شو بده يعملنا؟ بردلي ايه؟ اتفقوا مجرمي الحرب سوا ومثل اجرهم المعاناة اللي تركوها ببيوت الناس لثلاثين سنة والأحقاد اللي تركوها بنفوسهم. هيدا اللي رسمت له شظايا حياته ما بيفوت بحساباته. حيطان البيوت اللي بعدها بتبكي بكل عيد على اللي راحوا مش داخلة باعتباراته. هيك اتفقوا بلا ما ينقال كلمة للقطيع. قطيع مين بيسأله شو بده؟ قطيع شغلته يلحق وبس. وبعدين هالاتفاق شو انعكاسه على حياتنا اليومية؟ اتفقتوا كيف بدكم تشيلوا زبالة أكلتنا بالطرقات؟ اتفقتوا كيف بدكم تزيدوا الحد الأدنى للأجور؟ اتفقتوا كيف بدكم تحاربوا الإرهاب الداعشي المجتاحنا باللبنان؟ اتفقتوا أخيرا مين بده يستخرج النفط لحتى يصير عنا كهرباء وطبابة وغيره؟ ما في بيت بلبنان إلا ما عم يسأل كل يوم منترك أولادنا هون أو منسفرهم لبرا؟ وبكل عيد بيجي بكل مناسبة بيسألوا منيجي على لبنان أو منضل برا؟ يا مغتربين رجعوا، عون وجعجع اتفقوا والبلد صار بألف خير، رجعوا نكب الرز على البلاكين، رجعوا نمشي بمواكب زمامير، رجعوا رجعت لنا الحياة واستردينا روحنا. اللي فشلوا بإدارة البلد، اللي قتلوا الناس، اللي هربوا وسرقوا ونهبوا اتفقوا. المجرم اتفق مع المجرم والفاشل اتفق مع الفاشل والعدو اتفق مع عدوه. اتفقنا على كل اللي صار وصار فينا نكتب تاريخ موحد للبنان. الحقيقة ومن أكثر من 30 سنة ونحن صوتنا نبح بأنه الوطن اللي عنده تاريخين ونظرتين ورؤيتين لابد من أنه ينتهي شعبين ووطنين وشبهتين. التاريخ هو الذاكرة، التاريخ هو العبرة، هو الدرس والتجربة اللي ما رح نقبل نعيدها حتى ولو في قسم من اللبنانيين فرحان بالاتفاق، لأنه الشعب اللي ما بيعرف حقيقة تاريخه هو شعب ما بيستحق إنه يعيش تحت الشمس بين الأمم المتحضرة.